هام وعاجل وفد إسرائيلي يزور مصر، ننشر لك التفاصيل. وبيان عاجل من وزير الري المصري عن سد النهضة، وبيان عاجل من الجيش المصري عن إحدى القواعد العسكرية المصرية، وعاجل جدا صور الأقمار الصناعية تكشف عن عاصفة تتجه نحو مصر. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر وانت وطني وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وهام وعاجل وفد إسرائيلي يزور مصر. وإذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت اليوم الخميس بأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى موجود حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة للبحث في صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين. ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الزيارة تأتي ضمن المساعي لإعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مشيرة نقلا عن مسؤولين كبار إلى أن مغادرة الوفد إلى مصر وكذلك الوفود المتكررة الأخرى لا تعني أن هناك تقدما في الاتصالات. ولم يعرف متى سافر الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي إلى القاهرة أو حتى مدة زيارته الحالية. يعني مش معروف إن الوفد الإسرائيلي ده قاعد قد إيه في مصر، أو حتى يعني هيجي وهيمشي إمتى. موقع إسرائيل 24 قال: شهدت حركة نشطة لمسؤولين من حماس والحكومة الإسرائيلية إلى القاهرة في محاولة لتسريع المفاوضات التي تشمل إنهاء ملف الإسرائيليين الأربعة المحتجزين بالقطاع، بينهم جنديان يعتقد الكيان الصهيوني أنهما قتلا، فيما تريد حماس الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الذين يبلغ عددهم أكثر من 5000 أسير في السجون الكيان الصهيوني. سبق لمصر أن توسطت بنجاح في صفقة تبادل أسرى بين الكيان الصهيوني وحركة حماس عام 2011، تم خلالها تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت بأكثر من 1000 أسير فلسطيني. المصدر معانا كان من إسرائيل 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر في منتهى الأهمية، وبيان عاجل من الجيش المصري عن إحدى القواعد العسكرية. كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عن أحدث القواعد العسكرية المصرية والتي تسمى بقاعدة 3 يوليو البحرية. وتقع قاعدة 3 يوليو البحرية غرب مطروح، وهي إحدى القواعد البحرية الثلاث التي بدأت مصر بإنشائها والتي سيتم افتتاحها قريبا، وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط. ستعمل القواعد العسكرية المصرية الجديدة على تأمين عدد من المشاريع الكبرى والمدن الجديدة، والأهم هو تأمين محطة الضبعة النووية الجاري إنشاؤها حاليا. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر في منتهى الأهمية، وبيان عاجل من وزير الري المصري عن سد النهضة. محمد عبد العاطي وزير الري المصري قال إن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وبتدعم التنمية فيها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. جاء تصريح الوزير خلال لقائه مع متدربين من دول حوض النيل المشاركين في الدورة التدريبية 41 في مجال هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وزير الري المصري أكد إن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وإفريقيا بالأفعال لا بالأقوال، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا. وكان عبد العاطي أعلن في وقت سابق إن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، حيث لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
مصدر معانا كان من وسائل الإعلام المصرية. طبعا مصر يعني فعلا خدت كل الطرق الدبلوماسية والسياسية في هذه القضية. والملء الثاني يعني المفروض ان اديته النهاردة وقدامه اسبوعين، فيعني الايام القليلة القادمة يعني هتكشف لنا عن بعض الامور ان شاء الله، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر اخر معانا وعاجل جدا. صور الاقمار الصناعية تكشف عن عاصفة تتجه نحو مصر. كشفت صور للأقمار الصناعية نشرتها وسائل إعلام مصرية وجود عاصفة ترابية في الشمال الشرقي السوداني، والتي محتمل أن تؤثر على مناطق في جنوب مصر. أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى أنه من المحتمل أن تؤثر هذه العاصفة على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل بنشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل لحد العاصفة وقد تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر. هيئة الأرصاد الجوية المصرية تتوقع أن يشهد اليوم الخميس استمرار ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب مصر، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن التي تم توقعها بقيم تتراوح بين 3 ل 4 درجات. المصدر معانا كامل اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني فيما معناه يعني العاصفة الترابية دي هتكون تأثيرها فقط على أقصى جنوب مصر، وقلنا هتأثر على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل. ننتقل لخبر آخر سريع معانا، ومحمد رمضان يسير في شوارع دبي بصحبة فهد. نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو له وهو يسير في شوارع دبي بصحبة فهد، بعد أن نشر في وقت سابق فيديو له مع نمر أبيض اللون في شوارع إمارة دبي. رمضان قام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على الانستجرام، ظهر فيه يسير برفقة الفهد بعد أيام من قيامه بجولة مع النمر. محمد رمضان ظهر يوم السبت الماضي في مقطع فيديو في مدينة دبي الإماراتية وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون، ونشر الفيديو عبر حسابه على الانستجرام وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته نمبر 1. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار، يعني أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.